قال مكتب ديوان رئاسة الجمهورية في بيان له إنه استناداً إلى توجيه رئيس الجمهورية تم اليوم تكريم اثنين من رجال المرور الذين اعترضا موكباً رسمياً مخالفاً يعود لإحدى المؤسسات الحكومية في مسعى لفرض تطبيق النظام المروري على الجميع. وأضاف إنه جرى التكريم بحضور مدير المرور العام، وتعد هذه الالتفاتة من رئاسة الجمهورية رسالة تأييد ومساندة لجميع رجال القانون بصنوفهم كافة ومواقعهم المختلفة، مفادها أن التزامكم بتطبيق القانون هو حرص على هيبة الدولة وقوانينها ومؤسساتها.